حدثنا عمرو بن عباس، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان عن واصل، عن أبي وائل قال: جلست إلى شيبة في هذا المسجد، قال: جلس إلي عمر في مجلسك هذا، فقال: لقد هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين، قلت: ما أنت بفاعل، قال: لما؟ قلت: لم يفعله صاحباك، قال: هما المرآن يقتدى بهما.